اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم باللي راح نعرضه عليكم من مواضيع او بالمواضيع اللي انتم تريدون تحجون بها على ارقام البرنامج اللي تشوفوها اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام في حال ما تامن الخط وياكم. الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب تقدرون تدزون لنا رساله مكتوبه على برنامج الواتساب نقراها ان شاء الله بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. اتمنى تكون الرساله مطبوعه بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين. بدايه قبل ما نبدا حلقه اليوم مشاهدينا الكرام، هذه اخر حلقه لبرنامج صوتكم في عام 2023. مرت سنه على العراق بها بلاوي هواي، مشاكل هواية، فضايح هواية، فساد، دمار، خراب، كل شيء سيء خلال السنوات اللي مضت هي موجودة بهذا البلد، وإحنا من سيء إلى أسوأ. فإن كان جوازنا فهو الأسوأ، وإن كانت الصحة والمستشفيات العراقية فهي الأسوأ، أما التعليم والمدارس العراقية والمناهج التعليمية والتدريسية حدث ولا حرج. الصناعة ميتة، الزراعة مهملة، الأيدي العاملة العراقية والشباب العراقي وقضية العمل وغيرها مهملة، التقاعد مجحف، رواتب الرعاية الاجتماعية بها إجحاف كبير لكثير من أبناء الشعب العراقي. مشكلة النزوح ومسلسل النزوح ما زال عبارة عن مسلسل مؤلم. أما قضية الانفلات الأمني فهي مسلسل رعب عايش العراقيين من سنة 2003 إلى حد هذه اللحظة. نتمنى من كل قلبنا أسرة برنامج صوتكم في قناة الرافدين وأسرة قناة الرافدين أن يكون عام 2024 عام فرح تصلح به الأمور ونخلص من مشاكلنا ويعود العراق إلى حاضنته العربية بمكانه الصحيح كجمجمة للعرب. نبدأ بملف الانفلات الأمني اللي هذا الملف اللي يعتبر ملف إرهاب وانتشار السلاح بزمن تعلن به الحكومة اتخاذ عديد من التدابير اللي على ما يبدو أنه هي تدابير وهمية أو فضائية حالها حال الموظفين الوهميين أو الفضائيين أو المشاريع الوهمية. وتيرة النزاعات العشائرية بالعراق تصاعدت كلها بسبب عجز حكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشيع السوداني عن حماية العراقيين. عجز هاي الحكومة عن فرض سيطرتها على الملف الأمني نتيجة لضعف تطبيق القانون، نتيجة لانتشار السلاح المنفلت، نتيجة لسطوة الميليشيات، ونتيجة أخرى لتجارة بيع السلاح لأمراء السلاح اللي يديروها منه ذول الأمراء متنفذين مرتبطين بأحزاب السلطة. على الرغم أن الحكومة أعلنت بشكل متكرر أنه هي اتخذت إجراءات حتى تخلي حد لمعالجة النزاعات العشائرية واعتبرتها شيء إرهابي، النزاع العشائري يصنف كتصنيف الإرهاب ويعامل كمعاملة الإرهاب، لكن حدة النزاعات العشائرية بالآونة الأخيرة ما قلت زادت، كلها بسبب أنه الناس تشوف انفلات أمني بالبلد والدولة ما قادرة تسوي شيء. عندنا دولة تسمي نفسها دولة بس ماكو دولة بالعراق. لأنه أي خطة تعلنها هاي الدولة هي خطة وهمية على الورق للتصريحات الإعلامية للاستهلاك الإعلامي بس حتى يصرحون يقولون احنا سوينا فلان خطة، احنا سوينا فلان مشروع، احنا قدمنا فلان مشروع، لكن على أرض الواقع كل شيء ماكو. نزاع عشائري جديد في قضاء أبو الخصيب نشب بالسلاح جنوب البصرة، خلونا نشوفه. حاليا بالبصرة قضاء أبو الخصيب نزاع عشائري كلش كبير ان شاء الله. مشكلة الغرام شو بنعرف؟ Thank you.
هذه جبهة، جبهة قتال وحرب بين عشيرتين بالعراق. هاي العشيرة عندها سلاح، وهاي العشيرة عندها سلاح. هاي العشيرة عندها ناس متنفذين، وهاي العشيرة عندها ناس متنفذين. هاي العشيرة تقدر تحكم، وهاي العشيرة تقدر تحكم بسبب ولائها إلى هذا الحزب، أو ولائها إلى هاي الكتلة، أو نفوذ أحد أفراد هاي العشيرة في هذا الحزب أو الكتلة، أو نفوذ يعني أحد أفراد تلك العشيرة بهذا الحزب أو بهاي الكتلة، أو بالحكومة، حكومة محلية بالبصرة أو حكومة مركزية ببغداد. محمد الشياع السوداني أبو الله لا يوفقني لما يطلع ويصرح، شنو دور تصريحاتك بهذا الأمر؟ لما يطلع عبد الأمير الشمري وزير الداخلية مع حكومة الإطار التنسيق الموالية لإيران ويقول تعامل النزاعات العشائرية كمعاملة الإرهاب، يلا شوفنا شغلك. لما أنت تريد تحد شغلة تقدر. في كل بلدان العالم أكو قوانين وأكو خطوط حمراء، ما حد يقدر يتجاوز هذه الخطوط الحمراء إلا من أمن العقاب. فتخيلوا مع استمرار الانفلات الأمني بالعراق، هذا البلد اللي مدى يقدر يصحى، هذا البلد اللي مدى يقدر يجر نفس بسبب الانفلات الأمني واللي تشهد المحافظات العراقية خصوصاً محافظات الجنوب، وعجز الحكومة والقوات الأمنية وزارة الداخلية وزارة الدفاع أن تضبط السلاح المنفلت، هي الحالة اللي على ما يبدو أن المواطن هو عبارة عن وقود لهذه النار المستعرة بالعراق، أو هو الوحيد المتأثر من هاي القضية، هو اللي جاي يدفع الفاتورة بظل تبجح وصلافة من قبل الحكومات المحلية والمركزية اللي تعاقبت على حكم المحافظات والمدن والبلد بهاي القضية. عندنا مواطن انقتل برصاص مجهولين بتقاطع الجمهورية وسط مدينة البصرة. خلونا نشوف العالم في ذات القانون قدامي بالتقاطع، صلوا وكتلوا، شنو الموضوع ما أدري. هذا ميت بالشارع. لا حول الله، هاي تقاطع جمهورية. في هذا الولد شنو الموضوع؟ محل بعد دم. فلنفرض جدلا انه المغدور مجرم. فلنفرض جدلا، لا حد يجي يقول لي انا اعرفه، انا ما اقصد انه هذا. فلنفرض جدلا انه هذا مجرم. اكو سياقات، اكو شرطة تلقي القبض عليه، واكو ضباط تحقيق، واكو تحقيقات، ولازم تمشي التحقيقات بصورة صحيحة، وراها محكمة، المحكمة يلا تحكم، وحسب الجرم مالته يلا ياخذ العقوبة مالته، وما توصل بهاي الشناعة اللي نشوفها الآن أو البشاعة. هاي الطريقة البشعة هي طريقة المجرمين في التخلص من المواطنين. لكن كدولة عراقية تشوف وتصور والناس توثق والدولة تصرح، احنا راح نحد من هذه التصرفات الفردية. حسبوا لي على مدى من 2003 لليوم كم تصرف فردي صار بالعراق. ابو ماهر علق، وين القائد العام للقوات المسلحة عن هذا الفيديو وعشرات مثلها؟ اسامة ابو ابراهيم، العراق عبارة عن ميليشيات ماكو حكومة. ومصطفى السعد، الولد مات نتيجة دقة واحد يرمي على الثاني وطاحت به الولد خطية الله يرحمه. يعني اثنين دا يلعبون مثلا وواحد ما له علاقه. مهدي صباح، موظف وياي قمه الاخلاق والادب، انسان ما عنده عداوه. المرحوم اثير فوزي مكي، هو واقف بالتقاطع صارت رمي بين عشيرتين، اجت له طلقه بالركبه ونزف وما حد شاله لحد ما توفى. نانا العدنا الاخ مهدي صباح حاول يشرح لنا الحاله اللي صارت في تقاطع شارع الجمهوريه بمدينه البصره وسط المحافظه. فتخيلوا حجم الانفلات الأمني اللي دي يعيشوه العراقيين. تخيلوا لما يطلع لك وزير الداخلية ويقول لك احنا راح نسيطر على السلاح المنفلت والمواطن يشوف هاي الصورة، شنو راح يكون رد المواطن؟ حيدر من البصرة، حياك الله يا حيدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترى مبارك عليكم إن شاء الله يا طيب يا غالي العزل الغالي. حياك الله أخوي. سنة مباركة إن شاء الله على قناة الرافدين المجاهدين.
والمخرج والكادر. الله يسلمك. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. إن شاء الله سنة خير على العراقيين جميعا، وإن شاء الله رب العالمين يهلك المنافقين والفاسدين من حكومة الحمد الشاه السوداني الباطلة. إن شاء الله رب العالمين يحفظ العراقيين فردا فردا، وإن شاء الله الفساد ينتهي بدم محمد وعلى محمد. الله يتقي من الفاسدين والحرامية والنشالة إن شاء الله، البواقين حياك اللي دمروا البلد إن شاء الله. نعم إن شاء الله رب العالمين يهلكهم واحد واحد. المالكي حرامي والعبادي حرامي، عمار الحكيم حرامي، كلهم حراميين. نعم دمروا العراق دمار. نعم الله يدمره إن شاء الله بدم محمد وعلى محمد. نعم إن شاء الله. ليه ما خلوا في العراق شيء ما بقوا، كلهم حراميين ونشالة وبواقين. إن شاء الله بالسنة الجديدة إن شاء الله رب العالمين ينتقم منهم كلهم إن شاء الله. نعم بدم محمد وعلى محمد. محمد الشيعة السداري يقول الله لا يوفقني، كان خلي الصحة هيك، الصحة يا فساد واصل للهامة، علاج ماكو بالمستشفيات وأدوية ماكو بالمستشفيات. نعم بس نهب وسلب وبوك. نعم إن شاء الله رب العالمين يهلكم فردا فردا إن شاء الله. نعم وأنا أشكرك جدا يا طيب. شكرا يا شكرا السلام. شكرا لك أخ حيدر، شكرا لك، كل عام وأنت بألف خير. اجمعت الاخ حيدر حكى على 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 قضيه انه المستشفيات العراقيه ما بها علاج. نعم عندنا بالعراق مستشفيات، بس اكو فرق اليوم في 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 عشرينيات القرن الحادي والعشرين بال2023 بعصر التكنولوجيا، عصر الاهتمام، عصر الثوره التكنولوجيه اللي العالم بدأت ترتاح من هوايه امور. العراقي ما مرتاح، من ضمنها ذكر يقول لك المستشفيات ما بها دواء. عندنا مستشفيات حكوميه، بس هاي الحكومه اللي من المفترض هي مسؤوله عليها ما مهتمه بها، هي مهتمه بالاهلي. ليش؟ وارداتها اكبر، فمهتمه بالاهلي وما مهتمه بالحكومي. مصادر طبيه اجمعت انه المستشفيات العراقيه حاليا هي في دور الاحتضار، ده تموت بسبب نظام المحاصصه اللي تسبب لمؤسسات الدولة بمقتل وانعدمة التنمية العراقية. التنمية العراقية اللي كانت في سبعينيات القرن الماضي ومنتصف ستينيات القرن الماضي في أوجها. المصادر أشارت أنه تراجع الخدمات الطبية المستمر بالعراق حتى وصل أنه صار الأسوأ عالميا، خلت هواية من العراقيين يختارون العلاج بالخارج بسبب ما الثقة اللي موجودة بداخل المواطن يم النظام الصحي انعدمت، لأنه القطاع الصحي بالعراق بتردي مستمر وراء 2003، يا أما بسبب سرقة أموال مخصصة لبناء مستشفيات، يا أما بسرقة أموال مخصصة لتطوير بعض المستشفيات، يا أما سرقة المشاريع، يا أما سرقة فلوس الأدوية، يا أما سرقة كل شيء. هذا اللي خلى المستشفيات العراقية تعتبر واحدة من بين الأسوأ عالميا، إذا مكانت هي الأسوأ مو من بين. وزارة الصحة العراقية تعتبر هي من أكثر الفساد، من أكثر الوزارات العراقية بها فساد، طالما انكشفت صفقات فساد لشراء معدات غير لازمة طلعنا من أدهن هواية، وإهمال تغطية حاجات أساسية اللي من المفترض توفرها بالمستشفيات من أدوية وعلاجات وبعض الأدوات اللازمة للمعدات الطبية. أحد المواطنين وثق لنا انقطاع التيار الكهربائي داخل استشارية مستشفى البصرة التعليمي وتكدس المرضى على أبواب قسم التحليلات وقسم الأشعة وغيرها من الأقسام، لأنه الجماعة يردون يفحصون حتى يكملون الفحوصات اللازمة لهم. وقال لنا المواطن بآخر الفيديو أو فيديو ثاني أنه الواقع المزري للبنية التحتية لمستشفى البصرة التعليمي تعاني بشكل كبير من اهمال حكومي. خلونا نسمع. شاهد سوء وتردي خدمه الكهرباء في مستشفى البصره التعليمي الجمهوري سابقا، يعني تقريبا صار لها 28 دقيقه مطفوله الكهرباء، وجاي يشوف المراجعين الزخم، شوف طابور الاشعه، شوف طابور التحليلات، كل حلوادي منتظر الكهرباء. هاي استشاريه. هاي المصاعد يمكن صار لها تقريبا تقريبا اذا الله لا يجبني قد 15 سنه على هالوضع هذا، 14 سنه الحدود هذا. وزعنا سيارات الفريق مال القوه وعفنا، طبلنا بلاء وشركات وعفنا.
بلغنا حطينا مقرضة صوتنا الله وكيلك أبوي 100% 2010 نفس المصاعد ونفس الانتظار شهر كامل أنا بالمستشفى إذا كان بعدسة نفس الوضع مالك. هذا التصوير طبعا ما مظهر لك الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية تخزي. حتى لما نتباوع إلى 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 طرق علاجهم وطرق الصيانة اللي موجودة بالمستشفيات، يعني هل هذا منظر جميل ل ل لتبديل مثلاً لوحة المصعد مثلاً؟ لو الغلاف اللي موجود على باب المصعد، لو الحائط اللي منا والحائط اللي منا، لو الكاش اللي مكسر، لو الرقم اللي مفروض هنا، لو السقف، حتى عمليات صيانتهم اللي يسووها، عمليات الصيانة اللي تصير بالمستشفيات العراقية مو عمليات صيانة، هي بس حتى واحد يخلص. ماخذين مشروع كامل لتبديل مصعد، انت ما تبدل مصعد تبدل هاي وهاي 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 وكله، تجهز المصعد بالكامل، بس هو ما يفكر لك شلون يكمل المشروع بصورة صحيحة. ياخذون مشروع لإكساء شارع ما يفكر شلون يكسي الشارع صحيح لو غلط، المهم كمل وسلم، غلط صح المواطن هو يحير بيه بعدين. نبقى بالبصرة، عندنا ناشطين ردوا على تصريح منه مدير مركز الحروق بمستشفى الفيحاء. مدير مركز الحروق بمستشفى الفيحاء يقول حسب تصريحها انه الاجهزه الطبيه بداخل قسم الحروق صار لها تشتغل سنوات وما توقفت عن الخدمه نهائيا، واي واحد يقول عكس هذا الكلام هو كاذب. الناشطين قالوا انه اذا نريد نعرف الصدق من الكذب لازم نقرا الشاشات مال الاجهزه اللي راح تبين لنا ساعات التشغيل الحقيقيه، واضافوا انه المسؤولين نظفوا الاجهزه وشغلوها ورا ما تم تسليط الضوء على هذا الامر. خلونا نسمع على مقطع السيد مدير مركز الحروق. لا يوجد اي توقف في اجهزه الحروق وفي مركز الحروق، وكلها داخله في العمل وتعمل، وتلاحظون انتم حضراتكم والإعلام يلاحظ بأن الأجهزة تعمل على مدار 24 ساعة. طبعاً إحنا من نزلنا فيديو قلنا أجهزة الميديكال واقفة وشفتوا ترافق الأجهزة. سوى سيد مدير مركز الحروق، طلع الأجهزة شغلها كهربائية ونظفها. راح أطلع لكم الفيديوهات قبل لا يصورون وهم ينظفوهم. باعتبارك أنت اليوم أخصائي وأنت مختص على الجلدية والحروق، المفروض سيد مدير قسم الأمور الفنية هو يطلع لي مقطع فيديوي. هسه هاي الأجهزة راح أثبت لكم بيهن بأن توا اشتغلت، اكو جهاز عداد، عندكم مختص وعندنا مختص، اعتبارنا زرنا المستشفيات الأهلية واكو أجهزة عداد ما حد يقدر يعبيها بالعالم. هاي أجهزة العداد تعرف اشتغلن مثل ما تفضل السيد مدير مركز الحروق، توا لو صار سنين بطل باين. طبعا وهمان من يتصور احنا راح نعوف الصحة في محافظة البصرة ونعوف هن وناسنا في محافظة البصرة أن يموتون على طريقة فلان وفلان، وعندنا توصلنا كثير من التساؤلات ومن المناشدات ومن الصريخ والعويل من الكوادر، كلها تلعي وكلها تصرخ وتصيح واولتها كلها تصيح. خلي يسمع المواطن، تعرف شنو هاي الاجهزه السبب؟ هاي السبب وفيات، ما جاي خطوره بكورونا، صار بكورونا، بكورونا اليوم ماكو هواء طبي ولا اكسجين السائل، يعني هاي كارثه انسانيه، يموت بدون سبب. خلي العالم توعى، ترى هاي الاجهزه اللي ما جاي يشغلونها والله جاي تموتكم. والاطفال، كل هالاطفال، هاي الاطفال هاي تاثر على العيون، السبب بالرايتين. هسه اذا تشوفون الاطفال الولادات الجدد، هذا يطلع عمره سنه يلبس نظارات، هاي الاجهزه اللي ما جاي يشغلونها هي السبب. يعني هنا الناشطين يقول لك انه بالمستشفى اكو اجهزه، من المفترض هاي الاجهزه تشتغل، اذا الاجهزه هاي اشتغلت حالات الوفيات تقل، اضافه الى حالات الامراض الكثيره اللي ينصاب بها كثير من المرضى تقل، اضافه الى صحه الاطفال. السؤال اللي ينطرح هنا حسب الفيديوهات اللي نشروها الناشطين انه ذن الاجهزه اللي مدير مركز الحروق مصورها نظيفه وشغاله، اكو صور هي واقفه وعليها طن تراب، ليش ما دشغلوهن؟ واذا كانت ما تشتغل وين رقابه الصحه بالمحافظه؟ واذا رقابه الصحه بالمحافظه ما ادت واجبها بصوره صحيحه، وين لجنة المراقبة التابعة إلى وزارة الصحة العراقية في بغداد اللي يقودها وزير تابع إلى تيار الإصلاح؟ وتخيلوا الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من محمد جواد المحمداوي: التعمد بإهمال المشافي الحكومية لتنشيط العمل والنشاط الطبي الخاص. أبو فضة الرويمي:
الممر مال المستشفى التعليمي شلون خيسته تقتل اللي يصير يم السونار لحد المصاعد ريحه مجاري خانقه. وام رحمه الصحه بالبصره انتهت ما بين مافيات الاحزاب. وشاكر الركابي الصحه فاشله في البصره لا رعايه ولا اهتمام في المواطن. فكان هاي تعليقات الناس حول قضيه اهمال ملف الصحه. والصحه العراقيه مو بس بالبصره مهمله. الصحه العراقيه مهمله من وزاره الصحه الى المستشفيات العراقيه الحكوميه في بغداد وكافه المحافظات العراقيه وكافه المدن وكافه النواحي والاقضيه والقصبات. كل المستشفيات الحكوميه مهمله لدرجه انه المواطن اليوم حتى يقدر يسوي عمليه ما في مستشفى حكومي مجبر انه يطلع يشتري مستلزمات العمليه من انابيب وابر وخيوط جراحه الى كفوف الى الاطباء الى هوايه امور. اقيس الواقع. ابو علي من واسط. السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جمهور الرافدين، صراحه يعني انا اذا دققنا الواقع الصحي هو لا يختلف عن باقي الوزارات. نعم. الواقع التعليمي والواقع الخدمي في البلاد، لكن اقل شيء تخدمه اي دوله في العالم حتى لو كانت دوله فقيره هو الواقع الصحي او الخدمات الصحيه للمواطنين، لان اساسا بدون هذا الخدمات الشعب ينتهي. يعني احنا الان بالعراق نفقد اثنين، لا مستشفيات خاصه يعني كفؤه ولا مستشفيات حكوميه تؤدي على الاقل ربع خدمه. يعني انت من تجي المريض المستلزمات ما موجوده، من يدخل وخاصه اذا دخل على المستشفى، يا اما انت تقوم بصراحه نحكي هي مو رشوه بس، لكن نطلب مساعده من الممرضين ومن الاطباء وننطي فلوس حتى على الاقل يهتموا بس بالمريض. يعني احنا نجيب الادويه، نجيب المسكنات، الاكل طبعا للمريض احنا نجيبه، البطانيه تنجاب. وهسه على الاقل يعني حتى رئيس الوزراء من يطلع ويزور او الوزير ابو علي سؤال المرضى. سؤال ذكرت نقطه مهمه، قلت الاكل للمريض انتم تجيبوه؟ اي طبعا. من يعني اكو بالمستشفيات ينطون اكل؟ معقول يعني انا شوف يعني شو من اللي خلي يقول لي واحد انطوا اكل بالمستشفى؟ الغطاء يعني البطانيه والمخده يعني وساده، من يطلع رئيس وزراء يقابل مرضى تغطي البطانيه من البيت مو من المستشفى. زي ما تدري بها هذه امراض تسوي في المريض، تسوي عنده التهابات. نعم. يعني واقع صحي يفقد الاقل المستلزمات. الكل يصور وكل شفنا هذه الصوره لحد الان موجوده، الفيران حشاكم انتم الكلاب والبزازين تفتر بالممرات والقوارض وحشرات وغيرها. نعم. هذه عوفها، هذه اللي ما تنشاف استاذ اسد، هذه ما تنشاف. يعني يمكن الحشرات وغيرها والنمل والسلاطين يمكن هذه مو يمكن ما نشوفها من حيوانات صغيره، بس القطط والحشاك انت الكلاب يم المغيسل تفتر. نعم. يعني شنو يعني وين الواقع الصحي الموجود؟ يعني حتى مو انه انت على الاقل لو انت تجيب علاج لمريضه على الاقل وفروا لنا مبنى للمستشفى. نعم. انه به خدمات. لهسه عندك جاي الشتاء طبعا راح يدفون المريض يجيبون تشوله، راح تبدا الحرائق راح تصير بالجسمه، وكيل ماكو المسامع الصحيه، واذا لا قدر الله صار حريق مثل ما صار بالناصريه من مرضى ماتوا، والاكسجين ما موجود، وهذا السوالف وخذوا وقيسوا وقيسوا. يعني احنا بالعراق لا هم سامحين للقطاع الخاص انه يشتغل ويفرضون عليه رقابه، بس اذا يجي قطاع خاص يريد يشتغل قال انطيني فلوس، يريد يبني له مستشفى قال انطيني فلوس. نعم. يجيب له ممرضين وممرضات قال انطيني فلوس. فاذا الوزير نفسه يبتشي، وزير الصحه يبتشي، وزير البلديات يبتشي، وقصص هواي انا يعني قصه دكتور معروف في امريكا اجى يريد يفتح له مستشفى بالسماوه ومكتب الوزير يريد له مليونين دولار. مكتب وزير الصحه، مكتب وزير البلديات يدي مليون دولار، المحافظ يريد حوالي 3 ملايين حتى ينتهي اجازات ويخليه يبني، يعني قال بس ادي قطعه ارض واني ابني. نعم. يدفع له 7 ملايين دولار في رشاوي. نعم. يعني هذا بلد يريد يتقدم، هذا بلد يريد يزدهر، يقول نحن نحافظ على المواطن، وكل ساعه يطلع لي السوداني يفتح له مستشفى، معقوله انت بسنه واحده يعني تبني مستشفى وتقدمه وغيرها؟ غير هذا موجود صار له 23 سنه يشتغل. يلا استثناها بعد 23 سنه
افتحنا مستشفى. نعم. بعد 23 سنة سوينا جسر مشاف. جسر مشاف شو نسوي فيه جسر مشاف؟ خدمات صحية ماكو، تعليمية ماكو، خدمات بلدية ماكو. نعم. بس راح يجينا المطر وشوف الغريق وغيرها والأطفال شلون يتبهدلون بالأسفل. يعني احنا مو بس واقع واحد، واقع خدمات كاملة. كامل العراق يعيش مأساة الدولة ما قبل القرن الحجري. حتى نعم. قبل القرن الحجري. أنا أعتذر معي إطالة. لا لا شكرا. لا العفو العفو. شكرا شكرا لك أبو علي، ويجعل العام الجديد إن شاء الله عام خير عليك وعلى أهلك يا رب. شكرا جزيلا لك. يعني أبو علي ذكر نقطة يقول لك إضافة إلى المعدات اللي ذوي المريض يجيبوها لهم، الأكل والبطانيات. أنتوا تدرون في مستشفيات دول الجوار، ما أطلع لك بأوروبا وغيرها وغيرها، روحوا شوفوا الحال بمستشفيات دول الجوار، خصوصا الاكل. مو كل المرضى ياكلون نفس الشيء، ولا كل المرضى يقدرون ياكلون الاكل اللي الناس تجيبه من برا. اكو يعني احنا كنا نعرف انه اكل المستشفى نقول مينك، لانه اكو طريقه طبخ معينه وصحيه جدا حتى تقدر تحافظ على المريض. بس بالعراق اليوم ما شاء الله الناس يعني يقول لك لا اكو تدفئه بمستشفيات، الناس تجيب شوله حتى تطبخ وتدفي نفسها وتصير حرائق، والحكومة ما دايرة بال. ناس تروح تراجع هو مريض ينتظر الكهرباء تجي، ناس تروح تراجع يزوره رئيس وزراء يقول له جيب لك بطانية من البيت حتى يشوفه. وتخيلوا واقعنا الوين دي يصير. لكن احنا ليش نستغرب؟ ليش نستغرب اذا واجهة العراق بها مشاكل؟ شنو واجهة العراق؟ اكو غير مطار بغداد الدولي؟ اكو مراقبين وناشطين عراقيين انتقدوا الاهمال الحكومي اللي موجود بمطار بغداد الدولي بسبب الفساد وعدم توظيف الاشخاص الاكفاء بالمكان المناسب، عدم تعيين الاشخاص اللي يمتلكون الكفاءه والخبره بكيفيه اداره مطار وتفعيل الاجهزه الرقابيه وصيانه مرافق المطار وتاهيل البنى التحتيه لاول واجهه يطبلها المسافر، خصوصا اللي يزورون البلد من بلدان أخرى كأشقاء عرب أو باقي دول العالم. المراقبين يقولون أنه العمل على تخريب البلد والعراق ومؤسساتها الرئيسية بطريقة ممنهجة مستمر، ما راح يتوقف. هذا كله بظل صراع قائم بين الأحزاب وميليشياتهم حتى يستحوذون على المال العام والسيطرة على المراكز اللي هي مراكز النفوذ والثروات وتبعية هاي الأحزاب الإيران، وعملها ضمن سياسة وحدة هي سياسة الانتقام من العراق ونهب خيراته وتحويله إلى أرض خراب. هذا اللي بدنا نحكي عنه، هو مقدمة للي وثق لنا أحد المواطنين للحال المزري والدمار اللي موجود لمدخل المسافرين في مطار بغداد الدولي. خلونا نشوف. أنا أريد أسأل بس مدير المطار المحترم، هذا مدخل مال مطار بغداد الدولي؟ هذا مدخل مال مسافرين؟ القرآن عليك بس شوف، هذا مدخل؟ يعني اكو هيك مدخل مال مطار بغداد الدولي مدخل مال مسافرين؟ هذا كل ساعة واحد عاثر بمشلع الكاشي. يعني هسه مني نقلوك تقول انا مهني وعندي كفاءة واني عندي خبرة بالمطارات، شوفوا هذا مال فحص النساء باعوا، هذا تفتيش النساء باعوا، هالغرفة باعوا، القرآن عليكم. يعني ما اعرف هذا مطار بغداد الدولي؟ قبل فترة قلت كلمة عن المطارات. دول العالم تتسابق أن تبني أكبر مطار، أن تبني أفضل مدرج، أن تبني مطار بخدمات عالية جدا، أن توفر خدمات بالمطارات حتى تريح المسافرين، المسافرين اللي من دولها والمسافرين اللي داي يزورون البلد أو اللي جايين ترانزيت. لكن الجماعة بالعراق يبدو أنه ما دا يفكرون بهذا الشيء، لأنك لما تحكي عن مطار بغداد فهي مو صورة حضارية، لا النظافة موجودة ولا الترتيب موجود ولا الصيانة موجودة، واللي دي يشوفه المواطن هو خراب ودمار. لما نشوف الأرضية الكاش مخلع هذا دمار، لما نشوف الغرفة وسخة ومو نظيفة هذا دمار، لما نشوف الميوزة مكسرة ومايلة هذا دمار. والسؤال اللي ينطرح، ميزانياتكم الانفجارية وين دا تروح؟
هذا السؤال أطرحه على المواطنين، أنتم جاوبون عليه، وأطرحه على المسؤولين. بلكت أكو واحد شوية عنده صحوة الضمير ويجاوب عن أموال العراق، خصوصاً الأموال المخصصة إلى هكذا جهة. لكن بالعراق أكو بلاوي. طبعاً منو متعود على فضايح الشركات الطيران؟ أكو غير فلاي بغداد؟ عندنا فضيحة جديدة لهم. شركة فضايحها هواية ممنوعة من السفر فوق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الفضايح اللي موجودة بها وعدم التزامها بتعليمات السلامة للمسافرين، لكن لحد الآن شغالة. ليش؟ لأنها مملوكة إلى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. ومنو يقدر يحكي عمار الحكيم؟ منو يقدر يوقفه عند حده؟ منو يقدر يقول له يابا شركتك ده تسوي مشاكل؟ منو يقول له يابا طياراتك ده تخوف المسافرين؟ ما حد يقدر. وشغالة والناس ده تسافر عليها، وتلقون عندها رحلات إلى دول الجوار أكثر من الخطوط الجوية العراقية اللي هي أيضا مهملة. أحد المواطنين بهاي الرحلة اللي من المفروض تطلع من النجف إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، رصد لنا أنه باب الطيارة مخلوع. خلونا نشوف. قل لي زين، إذا الطيارة طبت بمطب جوي الباب يوقع؟ وشون طيارة بها خلل فني طارئ؟ أنا بس أرد أسأل سؤال. طواقم الصيانة اللي موجودة في مطار بغداد الدولي أو في مطارات النجف أو في المطارات العراقية، هاي الطيارة طايرة من النجف إلى المدينة المنورة، طواقم الصيانة ما قالوا أن الطيارة هاي بها خلل فني؟ من الممكن أن توقع على واحد راكب هنا واحد راكب هنا، من الممكن أن تسبب مشكلة. زين، واللي طب هذا الحمام شو يسوي؟ يوقف لواحد بالباب يلزم له البيبان بيده يسندهن وهو من جوا يساندهن حتى يطب له حمام؟ لو يجيب له بردة مال الحمام يسد بها الحمام. هاي الفضايح كلها دا تطلع والشركة شغالة بس لأنه يملكها عمار الحكيم. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت، وأول تعليق من عادل، عادل عدالة يقول كل هكذا ظواهر وسلوكيات من قبل هكذا شركة طيران هو تحقير وإهانة للمسافر وعدم احترام. أبو محمود آل خميس، أين الرقابة الجوية؟ معتز حاتم طاهر، كفاءات الأحزاب شنو تتوقع منهم؟ يجيبون شخص مختص مثلا؟ أكيد لا، يجيبون أشخاص لا يمتلكون أي مؤهلات. دمروا البلد أصلا. المطارات العراقية من ناحية الخدمات الصحية تعتبر الأسوأ في المنطقة. وأميرة الجابر، هاي الحكومة يمتى تأخذ قرار بتعطيل عمل هاي الشركة؟ موقعت سمعة الطيران العراقي للحضيض. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. عندنا اتصال من السليمانية، سوران، حياك الله يا سوران. شلونك؟ شلون الصحة؟ حياك الله أخوي. الله يسلمك، الله يخليك. أخوي، كنت حضرتك تتكلم عن موضوع نظام الصحي قبل شوية، صح؟ نعم. صح؟ نعم. النظام الصحي يا أخوي، يعني أنت إذا تتذكر، تعال نرجع على قبل 25 سنة و 24 سنة من هسه. نعم. يعني قصدي على الحكومة السابقة، الحكومة الوطنية قصدي. زين. أنت إذا تتذكر أكو كل ناحية الخدمة يعني مضبوطة 100%، والتام الدكاترة ونظام الصحي ممتاز، مع الرغم علينا حصار جائر من الأنجلو أمريكا بعلم. نعم. بس لكن أكو شيء اسمه خدمة وأكو نظافة، ويعني ما شايف. وأكو فقرة مهمة أنه كان العلاج مجاني. ما كان صحيح. صحيح، مجاني، وكو ضبط وروابط، ويعني بمعنى الكلمة اللي يعني بغداد من يعني أقوى عواصم العربية للعلاج، مع الرغم الظلم والذي عليه من حصار الأمريكي. لا أقول لك يا يا غالي. زين، لكن لسه بعد 25 سنة وراء الاحتلال وراء ما أدري إيش، وأنت تشوف ناحية طبعاً الكردستان أسوأ منه. كردستان حالياً أسوأ نظام صحي من بغداد. حال شيء هناك في الكردستان حزبين
مسيطرين على استيراد الأدوية، وأكيد بالبغداد حزب من حزبين مال مالكي والعمار الحكيم مسيطرين على استيراد الأدوية الفاسدة الفاشلة حشاك زين حش المشاهدين زين، وهكذا يدير البلد ومليون مشاكل احنا عندنا في هذه العراق مع الأسف أكثر وأقل وهذا قبل. نعم شكرا شكرا لك اخ سوران. يعني الاخ سوران اللي راد يقوله باختصار انه مثل ما يقولون الحكومه الحاليه انه في زمن الدكتاتوريه كان اكو نظام صحي وكان علاج مجاني وكان كل شيء متوفر وكان اكو رقابه، وفي زمن الديمقراطيه الحاله اللي شفتوه قبل قليل. ابو علي من لندن حياك الله. الله يحييكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا عمار الحكيم مال فلايت بغداد من جابه؟ جابه من ابوه اللي كان بقوم كاكل الجوع. هي الخطوط الجويه العراقيه باقوا 15 20 طياره ودوها لروسيا اذا تتذكرون، وصبغوها وسووها فلايت بغداد. بعدين اخي استاذ افل، دوله ميليشيات، دوله عمائم، دوله عصابات، دوله مراجع، تتوقع منها؟ مو ذاك اليوم واحد من الأخوة صوروا مطار بغداد بفيران فيران زين، ما أعرف الفيديو إذا شفتوه لو ما شفتوه، فيران بالمطار. أي طلعناه قبل حلقتين. نعم كاشي مكسرة، تكرمون التواليتات طايفة. لخباب أنتوا رجال دولة، أنتوا رجال حسينيات عمي، تمنوا قيمة بعدين تصير عركة يا على القيمة يا على التمة. لك الساعة على نفسكم، الساعة على عمايمكم، ها؟ والله لو غيركم ناس انتوا يا ميليشيات يا عصابات كان تنتحرون على هالرذائل والإهاين اللي الناس جايتينكم. نعم 21 سنة من فشل إلى فشل. من سوء إلى أسوأ، الله طيع حظكم وحظ منتخبكم. يا عصابات يا ميليشيات يا دواعش. شكرا منك الله. ابو علي حياك الله. رسول من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخي العزيز اخ سوران من السليمانيه. نعم. يقول بزمن ذاك النظام قبل السقوط. نعم. اكو نظام صحي. نعم. يا صحي يقصد معكم. شنو الصحي؟ وين يعني ايش يقصد؟ اكو كان علاج حسب ما تفرض تقول مجانا. أخ رسول أنت عراقي وأنا عراقي والكل عراقيين. نعم كان العراق كان العلاج كان العلاج بالعراق مجانا. إيه مجانا. إذن مو أكو كان مصطلح الغذاء مقابل العلاج؟ نعم في زمن قبل السقوط كان حصان مثل ما تفضل أخ سوران وأنت أيدت، كان أكو شيء اسمه الغذاء مقابل العلاج؟ اي لا المصطلحات طلعت اشكال والوان وقص. لا كان اكو برنامج اسمه النفط مقابل الغذاء، ما كان اكو شيء اسمه الغذاء مقابل العلاج. كان اكو برنامج اممي. هذا ما هذا المواطن بس من رخصتك اخوي، هذا المواطن ما له علاقه به. هذا كانت الدول العالم حاطه ضوابط على العراق، ما يقدر يصدر النفط، يصدر بقيم معينه. النفط العراقي يصدر من قبل موانئ الدول الجوار بشكليه اليه معينه، ما ياخذ بمقابلها فلوس، ياخذ بمقابلها اكل. هذه اسمها برنامج النفط مقابل الغذاء. لكن اخي العزيز احنا بدنا نحكي عن واقع حال 2023 في زمن في زمن ميزانيات انفجاريه. اسمح لي بنعم صديق اخ. نعم. الاعلام له دور، يعني بالكوت لا محقق لا خلى بطل ما ذكرها. يعني المستشفيات العراقيه بها ادويه؟ بس من رخصتك اخوي ايش في اسمها بها ادويه والعالم بدها تصوره ودها تنشره كذب. طيب احنا نشوف انكشف الوضع بين الحق والباطل بايام كورونا انكشفت الحقائق. بايام كورونا ترى اكو فيديوهات هوايه انتشرت ناس ما عندها اكسجين. بس من رخصتك يا اخوي لا شنو اكسجين يا عم، هذا حكي مال مو اعلام اخوي مو اعلام. ناس صورت يتجاوز حتى على المنتخب، مو من حقه يتجاوز على المنتخب. طيب اخ رسول شنو اسم البرنامج؟ الصحه والمطار والباب المخلوق. رسول حبيبي شنو اسم البرنامج؟ اخي العزيز احنا بايام كورونا انكشفت العالم.
يعني مكشفت على حقيقتها. دول بأوروبا يعني ما احترامات لهم أفو إعاف أخوه اللي إعاف أبوه بالعراق. إحنا الحمد لله وشكر تمام. جار عرب جاره والأخ إعاف أخوه. أعتذر منك، شكرا جزيلا لك أخ رسول. أخ رسول يحتاج على كل مواطن يقول المستشفيات العراقية ما بأدوية، يحتاج على كل مواطن يقول مطارات عراقية مو زينة، ويحتاج على كل مواطن صور ذن الفيديوهات. ذن الفيديوهات مو إحنا مصوريهن، الناس مصوريهن أخ رسول. أكو مواطنين وناشطين من محافظة القادسية اشتكوا من هدر الأموال وفساد المشاريع، خصوصا اللي دا تصير بحدود يعني مشاريع ترقيعية منجزة، وبالأخص مشاريع الطرق، وتعرض أحد شوارع حي الكرامة بقضاء الحمزة لتخسف نتيجة العمل الغير صحيح. هاي الناس صورتها يا أخ رسول، خلونا نشوف. الشارع والله ما خلينا أنا واحد ما رحنا له. الشارع نزل هو ما يفيد لأنه مقنص ما يفيد، هو أصلاً كان تبليغ. خوش. وخلوا التبليغ وخلونا مقنص وحاولنا في الطريق. نحن رقي مقامنا قبل. قلنا البدل البلدية لا قبل، قلنا المهندس حيدر لا قبل، قلنا الشروق محمد موسى لا قبلوا، ما حد سوانا كل نتيجة. يعني أنتم من داس هذا الشارع حسيتوا من داس؟ هذا ينزل هذا الشارع نزل، يعني انتهى الشارع هذا. إيش كده صار له؟ ما صار الشارعين ما طلق الشارعين. قول ثلاثة أشهر ونزل؟ نزل. وخابرتوهم وما جوا؟ ما جوا والله ما جوا. أبو الشركة أجى؟ والله ما خليت واحد ما راح. رحمة الله وبركاته. أبناء مدينتنا قضاء الحمزة الشرقي، مني قلت لكم المشاريع يا عمي بيان المحافظ السابق، وأيضا مشاريع بعض المشاريع الموجودة حاليا حكومة السابقة، هي مشاريع متنكئة فساد يا عم بوك يا عم حرام، أخذوا فلوسكم وانتم مدينة محرومة مظلومة إلى آخره. الآن شارع الرابط دراسي العلاوي حي الكرامة بالتحديد، هذا الشارع نزل رسالة إلى مدير بلدية الحمزة وقيم المقام والنائب حيدر شيخان والأخوة ومحافظ ديواني أيضا. شوف إيش كثر نزل نوع، شوف إيش كثر نزل، شوفونه لو ما شوفونه. هذا الشغل وقفوا عليه مهندسين الحمزة مع الأسف، وقفوا عليه أيضا بعض المسؤولين بالقضاء، وقف عليه أحد الأخوة النواب. ما شفتوا الشغل؟ الشغل ما شفتوا؟ من يقول لكم مقلاوات بس يسطرون يتشدبون. عم ها شوفوا نازل الشارع، هذا الشارع نزل وبرقبة من هاي الفلوس يا هل أخذها ونسولف، قلت تريد تردون حصة الناشطين ولا خير وتسقط من سوالف هاي بلغات نعرف احنا. هاي فلوس من؟ مو فلوس القضاء؟ هاي مو فلوس ابو واحد، هاي فلوس مال قضاء، ابناء قضاء. لذلك ننتظر من مدير البلدية تستلم المشروع. هذا اللي شفتوه بهذا الفيديو. اكو ناشط ثاني سلط الضوء على مشروع طريق ربط الناصريه بالمرور السريع اللي من يعني يقول هذا المشروع راح يتوقف بسبب الابتزاز. خلونا نسمع. رساله الى المعنيين في محافظه ذقار، خصوصا ابناء محافظه ذقار، احنا متواجدين حاليا باهم مشروع استراتيجي طبعا يعتبر مشروع في محافظه ذقار، وهو مشروع مرور الناصريه السريع ربط مركز مدينه الناصريه وبالتحديد ابناء صوب الجزيره وقضية شمال وجنوب الناصرية مع طريق الدولي طريق اقطاع. هذا مرور الناصرية السريع، هذا مشروع وزاري من ضمن مشاريع وزارة الأعمار والإسكان في محافظة ذيقار، وهو إنشاء طريق دولي محاذي طريق الدولي مال بغداد، يعني يربط الناصرية مع طريق الدولي. هذا المشروع يقول أكو ناس عشائر وغيرها يعني تبتز هذا المشروع راح يتوقف بسبب أنه الشركة ما تقدر تنفذ. الخلل مو بس بالشركة ولا بالعشائر، بالدولة كلها. يستذكرون العراقيين بمثل هذا اليوم ما حدث بعام 2021 مجزرة مروعة صارت بناحية جبلة بمحافظة بابل، حلت على المواطن رحيم الغريري وأسرته، قضت عليهم بالكامل وراء بلاغ كاذب قدم للجهات الحكومية، وشنت تلك القوات عن حملة دهم استخدمت بها القوى المميتة بحقهم اللي ماتوا نتيجتها 21 شخص من بينهم 12 طفل وجنين ببطن أمه. هذا ما ركز لنا قسم التواصل الاجتماعي عليه.
هيجي 20 جاهل يذبحون ماكو هيجي عمره 15 يوم. كان من الامور الصعبه علينا اثناء استلامهم تمييز جثثهم بحيث أنا لم نستطيع ذويهم أن يميزوا بين وجه ووجه آخر. زين مخدرات وينها اللي هو تاجر مخدرات؟ شو ما لقيتوا مخدرات؟ وين المخدرات؟ زين الإرهابيين اللي هنا هو يمه مقاومينكم وينهم؟ دازله. والله شوف الصواريخ صورتوه بيته، والله مفلشين بيته على راسه، مفلشين بيته على راسه. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. سياسة الإفلات من العقاب هي سبب كل مشكلة موجودة اليوم بالعراق من فساد وغيرها. سياسة الإفلات من العقاب هي المشاريع الخدمية ما تشتغل. سياسة الإفلات من العقاب عندنا مجازر بالعراق. سياسة الإفلات من العقاب ما عندنا لا مستشفيات ولا مطارات ولا شركات طيران محترمة. فهاي رسالتي الوحيدة اللي أريد أوجهها إلى الأخ رسول. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله تعالى السنة الجاية. في أمان الله.